جميل بيتناهد كده ليه؟ كل ما افتكر انك هتسافر وتسيبني. حد يسيب روحه يا روحي؟ انا خايف عاشور لك كلك واحده تانيه في طنط. اطفحها بالسم الهاد. وانا ليا مين غيرك انت يا واد يا مشاخلي يا عبدلع؟ طب ما تاخدني معاه. بس مش هترتاحي في طنطا. يوه مش ليله واحده. يا ريتها كانت واحده، كان همها يتدبر. دول في عين العدو تلاته. هتبعد عني تلات ليالي؟ غصب عني يا حبيبتي. يبقى السبت والحد والاثنين طنطا، والتلات مصر، والاربع والخميس ده منهور، ويوم الجمعه معاك يا حبيبتي. ولو انه كان الفاكانس بتاعي. يوه يعني ايه؟ هتقعد معايا يومين في الاسبوع بس؟ اعمل ايه؟ لذة العيش في التنقل. بقى معقول تاجر كبير زيك ما يبقالوش مكتب في مصر؟ حكا في الحقيقة عندك حق، بس انا ليا شوية قرايب مقطعين من شجرة ما لهمش حد غيري، مش عارف لما اجي هنا اعيشوا ازاي. يوه المسألة بسيطة، انا عندي الشقة اللي تحت فاضية، هاتهم يقعدوا فيها وبكده مفيش داعي لسفرك تاني. والله فكرة، مادام انت عاوزة كده اوصل طنطا اصفي عملي هناك واجيب الجماعة يعيشوا هنا. هما تحت انت فوق مش كده؟ البيت ده بتاع ست ازهار الزبونه السقع اللي اكرمتني اخر كرم، عاوزكم انتوا كمان تكرموها. واحنا بديكي الساعه ما نخدم زبونه عند جوزنا؟ طبعا احنا لازم نحسسها ان جوزنا اعظم تاجر وخدمها خدمه ما خدمهاش لحد ابدا. يا معلم وانا كمان رح نعملتوا مكرونه سباجيتي كلتوا ثوابه ورا. لا سباجيتي احنا في طنطا، ثم مش عاوز اللبت والعجن بعد كده، مفهوم؟ مفهوم. يعني اي حد يسألكوا اي سؤال ما تردوش عليه، مفهوم؟ مفهوم. لان الشغل اسرار والتاجر ما يهموش الا سمعته، مفهوم؟ مفهوم. يلا كل واحدة على اوضتها بقى. اسمعوا، مش عاوز شباك يتفتح. مفهوم. على فين رايحة؟ ده انا نمرة سبعة يا نمرة تسعة.